الثامنة. الآن سيرافقني في هذا النقل المباشر كل من النصر بويش والحاج عدلان. نصر بويش مساء الخير. مساء الخير سامير. الحاج مساء الخير. الحاج عدلان تحية سامير. مساء الخير. تحية رياضية نصر. رانا في المباراة. أنا في المباراة. دخلنا في المباراة. نطير مباشرة إلى مصر إلى القاهرة أين يتواجد هناك موفدنا معاد نمرودي. معاد نمرودي مساء الخير. وكيف هي الأجواء أربع ساعات قبل انطلاق مباراة الجزائر كينيا؟ نعم قبل انطلاق مباراة أولا مباراة السنغال وتنزانيا لأن هذا الملعب هو الذي سيحتضن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الكيني. مواجهة السنغال ستبدأ بعد ساعة من الآن، الساعة الآن تشير إلى السادسة مساء بتوقيت المحلي بمصر. هي أجواء، نحن دخلنا مباشرة في أجواء إفريقية محضة، أجواء حماسية الكينية والجماهير السنغالية كلها متواجدة بالملعب. نحن نعيش عرس حقيقي هنا إفريقي. نعم، فيما يخص المنتخب الوطني ما هي الكلام الذي يدور في هذه الساعات؟ ماذا عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المدرب جمال بالماضي في هذه المواجهة؟ هي كنا زميلي سمير قد أشرنا إلى التشكيلة الأساسية المحتملة والتي ستدخل بنسبة كبيرة مواجهة منتخب كينيا. إلى حد الآن لم تخرج المواجهة، لم تخرج التشكيلة التي سيخوض بها جمال بلماضي مواجهته أمام كينيا، ولو أن المفاجأة كما قلنا هي تتمثل المفاجأة الأبرز في غياب ياسين إبراهيمي عن التشكيلة. وللحديث أكثر عن التشكيلة وعن هذه المفاجآت يحضر معي الإعلامي ومحلل قناة نوميديا رفيق وحيد. رفيق وحيد، كلام كثير قيل ويقال عن التشكيلة التي سيعتمد عليها جمال بلماضي، ما رأيك في الأسماء التي سيدفع بها أو التي ستبعد عن هذه المواجهة؟ أكيد البداية قلتها معاد، هي المعلومة البارزة اليوم هي غياب ياسين إبراهيمي. كان من المتوقع أن يشارك ياسين إبراهيمي أساسي، لكن في آخر الأخبار ربما كان جمال بلماضي يريد إحداث تغيير آخر بعد يعني المباراة الأخيرة. ربما كان مقتنعا بأن ربما تغيير ياسين إبراهيمي سيدفع وهذا هو الحدث البارز. ثانيا تعويض ياسين إبراهيمي بأي لاعب، كان هناك عدة خيارات، كان مطروحا بصفة يعني قوية جدا أوندي دولور الوفد الجديد للمنتخب الجزائري لعدة اعتبارات، لأنه رغبته قوية في حمل ألوان المنتخب الوطني، أرقامه في صالحه، مهاجم من طراز الرفيع، وكذا تسجيل هدف في مباراة مالي عندما دخل بديلا. ربما كان بالماضي إلى آخر لحظة يراهن ويقول بكل تحفظ اليوم على أوندي دولور، لكن كان هناك خيار ثاني هو إشراك واحد من حتى احنا الاعلامي نتكلم على اسماعيل بن نصر، ولو انه شارك في مباراه مالي كان يعني غير مطروح. تقريبا منصب بمنصب وسط ميدان هجومي مع وسط ميدان هجومي، لان اوندي دولور هو مهاجم صريح، يعني لو يلعب اوندي دولور ما راحش يقدر يقوم بنفس الدور اسماعيل بن نصر. لذلك كل احتمالات ورده، ولكن الخبر المؤكد انه بالماضي جمال بالماضي اتخذ قرار ربما بابعاد ياسين ربيع تشكيله، وهذا حدث مباشر. ثانيا في خط وسط الميدان استرجاع الكرات، كلنا كنا نتوقع على الاقل الى غايه ساعه اشراك مهدي عبيد لعده اعتبارات، ربما هو تحول من الدفاع الى الهجوم، على خلاف ربما جديورال اللي نعرفوه لاعب يعتمد على الاندفاع البديل، هو يعني ما كانش ورقه مؤثره
اخرى حاسمه تحتاج فيها الى اكثر عدد من اللاعبين الذين لهم نزعه دفاعيه. الاشاره بقدره منذ البدايه في مباراه كينيا وانت مطالب بتحقيق الفوز يعطيك مؤشرات على ان المدرب الوطني متخوف اكثر من انه متفائل في امكانيه تحقيق انتصار. لو كان عندنا هذا التخوف منذ المباراه الاولى اعتقد بانه سنخسر اوراق رابحه كثيره لو نفشل في تحقيق الفوز اليوم. زميل رفيق، فيما يخص المنتخب الكيني عنده وسط ميدان قوي خاصة لاعب توتنهام نوانياما، ألا تعتقد أنه رفيق باشتراك هذا اللاعب معركة خط الوسط سيخسرها جمال بلماضي، خاصة وأنه الآن نقول بكل تحفظ في آخر الأخبار أنه سيشارك عدلان قديور نعرف عامل السن مع الخفة التي يمتلكها لاعب المنتخب الكيني، هذا ربما سيحسم معركة وسط الميدان لصالح المنتخب الكيني. اكيد، لكن انت اليوم راح تلعب بهذا الطرح على ضوء معطيات المنافس. لماذا المنافس ما يلعبش على ضوء المعطيات ديالك؟ المنتخب الجزائري يريد الذهاب بعيدا في الكان، يريد التتويج بالكان، لماذا لا ننتهج خطه او اقول بخطه حفظ لاننا مازال على ثلاث ساعات على المباراه، خطه هجوم اربع ساعات على المباراه عفوا، خطه هجوميه تسمح لك انك المواجهات. اذا اليوم يعني انطلقنا الدوره القاريه بمنطلق فكري هو الدفاع وعدم تلقي الاهداف، لا ارى كيف للمنتخب الجزائري انه سيسجل اهداف ويحقق انتصارات. انا لا اقول منتخب كينيا منتخب ضعيف ومنتخب اقل منتخبات قوه، من المفروض علينا اليوم ونحن نواجه عقده مباراه الافتتاح ان نلعب الورقه الهجوميه، اقول اكيد بتحفظ ولكن يكون عندك النزعه الهجوميه حتى تسجل اهداف، لانه نقول هكذا لان المنتخب الجزائري اليوم يملك اوراق هجوميه بارزه. عندك يوسف بلايلي، عندك بغداد بنجاح لاعب تميز حتى مدرب منتخب كينيا حذر منه، عندك رياض محرز، عندك حتى سفيان فيغولي. رفيق على ذكر رياض محرز هو اعطاه شاره القياده، هل تعتقد انه رياض محرز قادر انه يقود التشكيله خاصه وانه كان نعرفها منافسه تتطلب لاعب عنده نضج فكري ويقدر يقود اللعب، لانها الدوره تكون طويله وليست مباراه او مبارتين. أنا كنت نشوف يعني أي منتخب لازم يكون عنده قائد ليدر، كنت نتوقع أن يكون صفيان فيغولي لأنه عنده كل المواصفات، لاعب قديم في المنتخب الجزائري، عنده شخصية قوية، يحب الوطنية، يعطي كثير فوق أي أرضية الميدان، لكن في النهاية اختار ربما بالماضي ماشي ينحي الشارع لياسين إبراهيمي ويمدها لرياض محرز لأنه يشوف لي هذا اللاعب عنده قوة كبيرة أنه يصنع الفارق، لأنه يملك إمكانيات فنية متميزة، ما يحتاجه ربما هو الدعم المعنوي، مر بفترة صعبة مع ليستر سيتي حتى في المنتخب ما كانش مؤثر أنه عنده أهداف كثيرة من المنتخب وعدة تمريرات حاسمة، لكن عنده ما قادر يقدمه المنتخب كثير وكثير كثير كما نجوم المنتخبات الإفريقية. أعتقد جازما بأن بالماضي أراد دفع رياض محرز ليكون قائد حقيقي ويفجر طاقاته ويلعب بأريحية دون ضغط ودون خوف، وهي الورقة اللي راح يراهن عليها، وإذا كانت تحرك يعني رياض محرز بالطريقة التي يتوقعها بالماضي وكل الجزائريين أعتقد أنه راح تكون نقطة تحول حاسمة ومهمة في مشوار المنتخب في كان 2019. شكرا لك رفيق. اذا هذا ما لدينا الزميل سمير، ان كان هناك اسئله اخرى. اكيد توقيت المباراه نسبه الرطوبه نسبه الحراره بدات تنخفض شيئا وشيئا، لانها كانت في حوالي الساعه الثانيه زوالا كانت 35 الى 36 درجه، الان بدات تنخفض خاصه انه كما نعرف المناخ هنا لا توجد هنالك رطوبه مرتفعه، لذلك كل الظروف ستكون مواتيه من اجل تاديه مباراه كبيره، خاصه انه عامل المناخ نعرف انه عامل مهم ومهم جدا. وماذا عن الجماهير الجزائريه؟ طالما كذلك معنا المنتخب الوطني الجزائري من هذا العامل في افريقيا. التوافد الجماهيري كما قلت لك زميلي سمير بدأ منذ قليل، خاصة حتى وإن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ليست هي الأولى اليوم في البرنامج، ومباراة المنتخب السنغالي والتنزانية من تسبق مواجهات بدأت تتوافد، تريد رؤية المنتخب السنغالي عن قرب، تريد اكتشاف منافسي المنتخب الوطني الجزائري قبل المواجهات التي ستجمعهم في باقي الجولة الثالثة.
نعم معاد، فقط سنعود الاتصال بك بعد ساعة ونصف من الآن، بما يمكن إن شاء الله أن تكون لديك التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الجمل بالماضي معاد. شكرا لك زميل. نعم مشاهدينا، نعم مشاهدينا، كان هذا الزميل معاد نمرودي رفقة محلل القناة رفيق وحيد مباشرة من خارج أسوار ملعب 30 جوان الدفاع الجوي الذي سيحتضن بعد 4 ساعات من الآن المواجهة الأولى التي تنتظر الخضر أمام كينيا. مواجهة قوية جدا، مواجهة يريدها الخضر، أحلى انطلاقة في هذا العرس الإفريقي للذهاب بعيدا، ولما لا إن شاء الله العودة بالتاج من أرض الفراعنة. نصر بويش، حاج عدلان، نبدأ من التشكيلة الأساسية. رفيق وحيد أعطى معطيات في هذه في هذا التدخل، تحدث عن إبعاد إبراهيمي اللي تعتبر مفاجأة من التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني. هناك حديث عن بن نصر في وسط الميدان رفقة قديورة، ضحى بعبيد وضحى أيضا بإبراهيمي في هذا اللقاء، إن كانت هذه هي التشكيلة الأساسية. أكيد، وحقيقة أنه غياب ياسين إبراهيمي النجم من نجوم الفريق كانت مفاجأة، لكن لما نشوف أن منذ بداية التربص خاصة في الدوحة أنه كانت فيه مقابلتين، نظن أنه في اللقاءين هذوما جمال بالماضي شاف أنه المنتخب الجزائري لازم يتخلى على اللاعب في هذا الخط هذا تاع الهجومي، سواء ربما فغولي سواء إبراهيمي. نظن أن الخيار راح سير إبراهيمي ربما، لأنه لما تشوف اللقاءات الأولى اللي شفناها الأمس مثلا، تشوف مدغشقر ضد غينيا، وتشوف كل اللقاءات أوغندا ضد ار دي سي، بوراندي ضد نيجيريا، زيمبابوي ضد مصر. اليوم كرة القدم، حتى وكنا تكلمنا مع الحاج في الكواليس وتكلمنا قبل بداية هذا الكان أنه الاندفاع البدني راح يلعب دور كبير. اليوم تاك تتكلم على الحراره والرطوبه، خلاص دوك الحراره والرطوبه كان فيه تحضير، اليوم منافسه خلاص، اليوم راح تلعب كاين كل كانوا تخوف. لا شفنا لقاءات لعبوا على 3:30 كان اندفاع وكذا، ولقاءات اخرى على 9 تاع الليل كيف سي لو ميم. لا تشوف انه خلاص ما تكلمش، لكن اذا سمحت ناصر جون شانوش قال سمير دوك لا ريالمون اليوم ياسين ابراهيمي ما يشاركش، كان مفروض على المنتخب الوطني باش يدير الاختيار. نعم. ناصر تكلم على التربص تاع الدوحه، هذاك هو التربص اللي خلى المنتخب الوطني يخرج منها التشكيله الاساسيه. ضحى ياسين سليماني، كانوا زوج ياسين ابراهيم عفوا، كانوا زوج بالعاميه نقولوا كانوا اون تيست في هذاك البوست، ياسين ابراهيمي وفاولي مش متعودين يكونوا في الفلاريك، خاصه في الترانزيشن في الريكوبيراسيون. شاف بلي فاولي الى ريبوندي لا ايتي بلي بيرفورمون، فوالا رد واش كان يستنى منه المنتخب الوطني. ياسين ابراهيمي في الاسترجاع ما ردش، مفروض عليه يضحي بواحد باش يدير بن ناصر. دوك ريال بن ناصر صح راهو اساسي اليوم قدام قديورا، نظن بلي هذا منطقي. علاش بن ناصر في الريكوبيراسيون مليح، ونظن بلي كي تكون عنده الكره لا بروميير انتونسيون عنده الكور في الساق يديرهم من اروع ما يكون. نعم. بالنسبه لقديورة لو سمحت، نعم قديورة وعبيد، حنا عبيد عندنا واحد 3 شهور قلنا بلي خلاص وصاب الرومبلاسون تاع الشتاء، شفاك نصر عبيد تبليسا فيان دو روبروندر، رانا داخلين كاس افريقيا مستوى عالي شفنا كما قال نصر لي ماتش اللي جازو. قديورة لا دوني ساتيسفاكسيون لو بريمي تيتورال في هذاك البوست قديورة في سونتينيل. لو الاختيار يكون اليوم قديورة ماشي عبيد، انا اللي يكون منطقي. الحاجه الاهم هو انه في اللقاءات الاولى، لانك انت راك في المنافسه، راك في الكان، انت كناخب او كمدرب تشوف اللقاءات الاولى اللي جرت، تشوف ان المنتخب المصري باغ اكزومبل وجدت صعوبه كبيره في وسط الميدان حاجه. حتى في الشوط الثاني لعب خلى صلاح وحده القدام وعزز وسط الميدان بخمس لاعبين، ولا لانه على وجد صعوبه شفنا الفرق ان هذه حتى ولو نقولوا زيمبابوي ولا البوراندي ولا بقوسين فرق، لكن معركه في وسط الميدان.
تشوف مدغشقر الامس انه ما انه هي لي سي وازار ضربوا على كل كرات كانوا يقدروا يفوزوا باللقاء. نظن هاد الاشياء هذه حتى ولو سي دي ديطا اللي يعلمهم صادير يتبعهم كل سيليكسيونور نظن لا اوبتي بور ميليو تيران ادو. ناصر الحاج نذكروا بكر انه دقيقه 77 والنتيجه 0 مقابل 0 لقاء المغرب باش تشوف مره اخرى حيت سالته قلت له في الشوط الاول المنتخب المغربي وجدت صعوبه ضد مزيرين لي ماتش يعني قلت لك اليوم ما شفناش اهداف ما شفناش يعني نتيجه ثقيله بار 2-0 لا بار 2-2 وين شفنا اربع اهداف بين غينيا وضد مدغشقر. بصح كاين حاجه انه كل فرق سور لو بلون خاصه هاد الفرق اللي نقولوا نقولوا من الدرجه الثانيه يعني ماشي شفنا انه بوراندي شفنا لوغوندا اللي فاز شفنا مدغشقر يعني هذه الفرق نجوم غينيا ضد نجوم غينيا. هذا هو السؤال. شوف لا اليوم هذه هي الفرق اللي تأهلت لأول مرة المنتخب سي لو كوليكتيف عندهاش تاريخ في المنافسة الإفريقية سي لو كوليكتيف. نعم اليوم راهي ناصر راهي تدير يعني المفاجأة لحد الآن. سمير اسمح لي الحاج لما نشوف هذه الفرق يا با بوكو دو ديستونس بين اللاعبين حتى ولو يلعبوا دون دي بلوك با سي كيما قالنا سليم لا دانيير فوا من ناد نحيوه سي فري كل يوم سي لاتيتود تاع اللاعبين كيفاش اللاعب تاعك راح يطبق كيشرد اكزاكتومون الشيما تاعك. انا نشوفه ما كاش مساحات كبيره الناس كلها تدافع في اي كره حتى ولو كره هذاك بيدير دونك نظن انه لو فوتبول الافريقي il y a plus de discipline de cas il y a plus شوف le collectif donc المجموعات تتغلب على الفرديات. حكينا انا وناصر كيما نضلوا نحكيو قبل الحصص ولا حتى في الهاتف النقال لا كونكليزيون تاع هذا الديبي تاع لا كان سمير لورغانيزاسيون المونتال الفيزيك. انا شفنا باللي اللي عنده ثلاث حالات يعني يكون مورغانيزي كيما لازم الحال في التيرا تكون يكون فيزيكمون مليح والمونتال تاعو يريبوندي في كاع لي سيتياسيون خاسر رابح يموني مناوه يقدر يدير نتيجه كيما يحب. نظن بلي هاهم في هاد ثلاث ايام اللي حتى اليوم ناصر الفرق بين قوسين اللي كنا نقولوا في الدوزيام زون هما اللي يفون لا اون دي جورنو. انا نشوفوا بلي راهم يعني يديروا في مباراه من اروع ما يكون. اللي ما يعرفهمش غير يشوفهم يقول لك هذه ليكيب اللي قالوا لنا صغيره. كاين اللاعب كيكون عندهم الكره شفنا كيفاش خاصة اللي تكلمت عليهم انت حكمة واحدة برك البارح مدغشقر تخش هادو أول مرة يشاركوا في كأس إفريقيا وزيد كما قال ناصر لعبوا مع النجوم صحيح هادوك لاكيني بلونتينير تاعهم عندهم خبرة مي شفنا باللي مدغشقر سارتا مومو في لي طومو لي طوفور اللي كانوا عندهم الأوقات اللي كانت في صالحهم استغلوها وعاودوا في النتيجة وزادوا ماركا ودوزيام بيت. هنا في لا ديوري برك هنا في لا ديوري برك سمير في لا ديوري تاع لا كومبيتيسيون هنا تشوف اسكو ريالمون هادوما واجدين في البلومونتال. نو الحاج باش نقعد مع الحاج في الفكره تاعو سي فري هضر على 3 بوان لو مونتال لو فيزيك لورغانيزاسيون. نشوفوا الفريق تاع زيمبابوي في اللقاء الاول واش خصو صادير لورغانيزاسيون كانت لاباس بها لو فيزيك ايزون ريبوندي بريزون ند لي ند بار مومون فرديات كانوا مليح لكن سو لو بلون مونتال ما امنوش هذا هو شو كان يخصهم احسن فرص جاتهم ليهم. نشفى في الشوط الاول كانوا 0-0 الحاج كانت مخالفه لفريق المنتخب المصري بالاكسبيريونس تاعو بلعبه كانوا مدوا بالظهر مدوا بالظهر لعبوها في ظهرهم لاطاكون ما امنش يماركيها لونتيسيباسيون تاع الكارد دانيير مينوت جا لاطاكون جا ان سونتر براسو كان يحفر في الشباك ما امنش باش تخصهم بوتي ديتاي ما امنوش سي بلون مونتال. حاجه لا نصر بوش شوف هذه الفرق وهذه المنتخبات هذه اللي راهي لحد الان كما قلت أن تنقصها شوية الخبرة تنقصها. هل مع مرور المباريات أو المباراة الثانية ممكن نشوفوا وجه آخر أم أنه راح تستسلم وتحبس يعني في البداية؟ لكن لا بريزون شارج تكون سيريا ما تكون بريباراسيون بما أنه لعبت المجموعة الأولى والثانية. علاش انا نتكلم على المونتال يا سمير سي ولا كانت يكون التحضير يعني من جانب الذهني خاصة يوجدوهم خاش نعرفوا احنا اللاعب الافريقي بصفه عامه يفال كونفيرمي النصر اللي ساتيسفي يدير ماتش يقول لك خلاص هم هضروا عليا وانا فريتها وانا عايشيني في توتنهام. سيريال ما تكون بريزون شارج يوجدوهم دون سي سونس باسكو انا شفت البارح لونترينور تاع كينيا كيفاش كان يتكلم على الفريق تاعو تحسب اللي هنا كاين تحذير من جانب الذهني كبيره ما يديروه للمختصين. هاد الفرق صغيره بين قوسين لو كان يكونوا محضرين كما لازم الحال باش يكونوا في لا ديوري تاع لا كومبيتيسيون
نصيبوا مفاجآت في الدور الثاني والثالث وبالك حتى النصف النهائي. كل اللقاءات اللي جرات الفريق الوحيد انا بيرسونيلمون الحاج يسرا داكور افيك مو نعم اللي سو لو بلون مونطال اللي عنده خبره نحس اللي عنده خبره عنده الناخب لاباس به مستوى عالي هو فريق نيجيري حتى ولو وجد صعوبه لكن قاعد يلعب بنفس باسيون طري باسيون ما تقلقوش حتى ولو سجلوا هدف في 10 دقائق الاخيره ولا لكن قعدوا باسيون لعبوا بنفس الطريقه ما ضيعوش كرات حتى التغييرات نصب التغييرات ديال المنصب بمنصب بمنصب كوتشينغ زاد دخل مهاجم سوبليمونتير احمد موسى دخلوا اللي زاد عطى اكثر طاقه للهجوم مي نظن انه بصفه عامه اليوم كره القدم في افريقيا تطورت بزاف هو تصريحات تاع عبد المعطي نعم زميل رفيق تكلم على المنظومه الهجوميه صح عندنا مهاجمين في طراز عالي انا شفنا كي تذكر هكذا اسماوات محرز فغولي ابراهيمي بونجاح صح اللاعبين يعني اللي برزوا في الانديه تاعهم وخلوا داروا موسم من اروع ما يكون ولكن هنا المدرب عنده اختيار وعنده عنده انيكيليبر في التشكيله الاساسيه ما يقدرش عنده خمسه مهاجمين ملاح يلعبهم في خمسه لا لازم تكون منظومه دفاعيه يكون وسط ميدان اللي هو اللي يقدر يكون الوسيط بين الدفاع والهجوم نعم والاختيار اللي تندر في الهجوم حاليا بالليلي ما تقدرش تخلى عليه هذيك هي راح الميزانيه والرايف اللي دو ماتش اللي دارهم بونجاح ما نتكلموش عليه ولا عنصر أقدر. اساسي ولا قطع اساسيه بالليلي كانت بينه شوف كانت تقدر تكون بينه وبين ياسين ابراهيمي انا نشوفه باللي في هذاك المردود الحاج المردود فوالا في هذاك المنصب المردود تاع يوسف بالليلي ما عندك ما تتكلم عليه حتى ويشوفوه هادو بين قوسين المحترفين اساسي ما يقولوش عليه نعم رفيق وحيد كلم انه قال بون انا شوي با داكور شوي جماعة في الكلام اللي قالوه انه شفنا انه جمال بالماضي كانه متخوف لا انت كتلعب لا ما فيه عقده تعليقه انا ما نامنش هذه بالعقده تعليقه الاول وعقده وكذا لا عكس انه كان مرتاح في الندوه الصحفيه لا ماشي شوف انت اليوم قلت لك اليوم كره القدم تغيرت شفنا اللقاءات الاولى كثافه كبيره في وسط الميدان ما تقدرش تغامر وتحوس تلعب كما قال بخمس لاعبين اكاركتر اوفنسيف ان عندهم تريك هجوميه سادير سو لو بلون دون لا ريكوبيراسيون يوجدوا صعوبه انت ما تاخذش ريسك تلعب زوج في لا ريكوبيراسيون والناس كاع اللي كونسيرني بار لا ريكوبيراسيون لكن نصر رفيق تان قال لك ماشي حنا اللي نخافوا من منتخب كينيا ونديروا طريقه لعب على حساب هذا المنتخب لازم هو اللي يدير علينا طريقه لعب ماشي لا ماشي تخاف هو يدير لك الحساب يعني لا ما شوف هذا اللقاء راح تكون فيه فترات ليك أيوة. فترات للفريق الخصم فترات فارغه كل هذه الاشياء لازم ما يبقوا لهم كونسيديراسيون انت ماك تحت اليوم باش تقولوا بعد لا حتى في الخيارات تقول اسمع كون لا انت خلاص اليوم على كل حل الكلمه الاخيره تعود للناخب الوطني يكذب عليك شوف هو اللي على باله من الميزان كما قال لك لو بون ايكيليبر تعرف في اللقاءين هذوك يقول لك اللي بلي انا مخصوص دون لا ريكوبيراسيون ما نغامرش ما ناخذش ريسك هل هذه الحاج عدلان فصل فيها الناخب الوطني في اخر مواجهه الوديه امام مالي ام انه ترك المجال حتى يروح لمصر ويزيد يشوف هذه الفتره هذه اللي سبقت المباراه امام كينيا بالتشاور مع الطاقم الفني واللي معه انا نظن بلي المباريات الاثنين اللي دارهم ضد البيروندي ومالي اللي خلاته باش يديجاجي التشكيله الاساسيه اللي حتكون اليوم العشيه انا ليا نظن بلي لايتي طري باسيون طري كوريكت مع ياسين ابراهيمي باسكو لعبوا في لي دو ماتش وشاف بلي ما نهضروش على ياسين ابراهيمي من جانب الهجوم ولا شي يقدر يجيب الايجابي ياسين ابراهيمي غني على التعريف مي هو في لا ترونزيسيون باسكو اليوم جيروج مناصر اللي شوف اللي يكون عنده لا ماميز تاع وسط الميدان يديها يعني سو البلون ريكوبيراسيون أيوة. وكي تكون عندك الكره راح عنده لي شونس كبار باش يفوز بالمباراه هو اليوم ولا تعمد على راح يتعمد على قديوره وبن ناصر بور افوار ليكيليبر هذاك بينهم وبين يعني الدفاع والهجوم نعم ناصر بويش نقولوا انه بالماضي كان متريث دائما في بعض المناصب خاصه كما قلت انت قال الحاج عدلان فيما يخص وسط الميدان الدفاعي وبعض هو منصب في مصر في الهجوم اقول كيف ما فهمتش يعني كان متريث
متريث باش متردد باش يدير مناصب يعني باش يحسم التشكيله يعني خاصه تلعب بزوج في الاسترجاع ولا تلعب بواحد وانت مقبل في الكواليس مع الحاج عدلان قلت لي صعيبه باش يلعب الحاج عدلان قالك صعيبه باش يلعب كديوره فقط الماتش كومبلي شوف اولا فيه يا باك سا صادير سي فري انا قلت لك كاين كثافه في وسط الميدان كل المنتخبات اليوم نشوفوا يلعبوا بربعه بخمسه حتى من اليوم يلعب باثنين مسترجع في الاسترجاع ناصر بوش ما تقدرش تعطي فرصه للفريق الخصم باش واحد يجي يفوز عليك ديجا سو لو بلان لو نومبر تاع اللاعبين في لا دونك ما تنساش فيه كره ثابته ايضا شفنا البارح فريق الاوغندي دوزيام بالون الفريق الاوغندي فاز بلقاء كره ثابته دو بالاريتي هدفين ايدونتيك باش تبقى انه ما تخلي حتى نقولوا تغرى ما تخلي حتى تغرى ما نقولوش ان دي سي كيما قال لك الحاج لا ايتي باسيون خدا كاع وقته وشاف اللعب اللي يقدر لو ساكريفي الى ساكريفي ياسين ابراهيمي اللي ربما على حساب رايو سي لو بروفيل دو جوور اللي ما يناسبوش اليوم باش يبدا اللقاء بدا بهذه التشكيله بدا دونك الى ساكريفي ياسين ابراهيمي حتى ولو الحاج سقساني قال لي كيف راح تفهم البراهيمي اللي ما كاش تكون اساسي صح هذا سؤال في محله الحاج سال لي قال لي انت في بلاصه بالماضي قلت له انا في بلاصه بالماضي ما نعطي له حتى اكسبليكاسيون انا اليوم عندي 11 راح نبدا بهم اللقاء كاين نقاط اون جو لقاء اول راح يكون هام لانه اليوم راح تلعب لقاء تاع حسابات هاد الثلاث لقاءات حسابات شحال ندي اربع نقاط خمس نقاط ست نقاط تسع نقاط حسابات حسابات نفهم نعم حسب شهر فان المنتخب المغربي متفوق بهدف مقابل صفر واش دقيقه بالك راح تستفيد اكثر شحال الوقت شهر شوف سمير واش قال نصر انا دقيقتين قبل نهايه المباراه المغرب متقدم بهدف مقابل صفر بس شوف هنايا سيكل مره اخرى فيه صعوبه للفرق هذو نقولوا الفرق الكبيره ولا المنتخبات الكبيره لكن الفرد مي لو بلوز امبورطون سي هذا سي لو بلو مونطال اوسي انا ذهنيا انت مام اللي بلاك تفوز باللقاء حتى واحد لي صفر 2-1 تسجل في الدقيقه الاخيره في وقت بدل ضايع هذه يا راك هذه من الفرق خصوصيات الفرق الكبيره نصر من الفرق اللي ربما راح تروح ابعد ممكن تروح لو بلو يبداو كيما الحاج بما انه المباشر وشهر عبيدي راهو في المتابعه هدف المنتخب المغربي يسجله مدافع يعني ضد مرماه بالاريتي نعم بهدف ضد مرماه بهدف مقابل صفر منا نجبدوا السؤال فقط كما قال لك نصر حسابات انه نفهم انه الان ما راحش تحوسوا على الاداء ولا نحوسوا على لا البريميوم باش تحوسوا على الاداء شوف خاصه الاول الماتش الاولاني سمير شفنا الفريق المرشح رقم واحد هو الفريق المصري ما حوش على الاداء سيفلي في بعد اللقاء الجماهير المصريه قال لك حنا ماناش ماشي منتخب ماشي هذا المنتخب لك راح تفوز به هو قال لك ماناش راضيين بصح لي سوزيا سي 3 بوا لو كان ماشي لاكسيون انديفيديوال بالك مصر ما يربحوش شوف هذه تبحث عليها الجزائر اليوم بيان سور انا ليسونسيال كان يطولوا دوك بالماضي دوك يقولوا له اسمع ما تلعبش كاع تربح 1-0 سير كيما تدخل دا كونت سونكو ضد مرمى دوك يسيني لك نو ما نديرش المباراه الاولى باسكو ما ينساش بلي مخرجين من شهر تاع بريباراسيون انت حاليا دوك سمير حاليا دوك واحد ما يقدر يعرف كيفاش راح يكون رد الفعل تاع اللاعبين سي البلون فيزيك اي سي البلون يعني لي تروا كومبارتمون اسكو راح تكون لا كورديناسيون بيناتهم اسكو تكون هذيك الروح القتاليه ما واحد ما على بالو شوف ما لازم باش نقدر نعرف شوف ما لازمش تتصادف ما تصادف شغل تشوف تيطوني صدير انت شفنا المنتخب تصطدم المنتخب الغيني بدا اللقاء ربع ساعه نصف ساعه صاب انه فيه في لعبه في لا صاب انه يد يقدر يدير حاجه لا صاب انه لا فريق المدغاسكار تاع المالكاش ليكيب مالكاش هما ما كانوش يستناو رد الفعل تاع الفريق حتى ولو كي يحبوا يرجعوا في اللقاء صعبت عليهم خلاص ما كي تدخل نجومو كيما شوف هذا كاين كاد وكسمو تراوري الاخر نبي كي طه اللاعبين وجدوا صعوبه لانه علاش الاخر كنا مجهزين حنا داخلين القتال روح قتاليه لما تشوف انت سمير لما تشوف يتكلم على مدغاسكار البارح واحد كيما اندريا اللي بالك جرى واحد 20 كيلومتر
وكانت له الفرصه لا لوسيديتي كيفاش الى ماركي البيت بالجست اكزاكتومون نضرب لي اليوم سمير اليوم علاش قلت له ناصر قبل كي كنا نحكيو الجانب البدني يلعب دور كبير ماشي غير المباراه هذه الاولى توتور لا كومبيتيسيون علاش الاختيار تاع بالماضي كان اللي تي بالك راح يقول يقعد له ديرني مومون باش حنا نتكلموا على زوج وسط ميدان خاصه في لا ترونزيسيون باش يسترجعوا الكرات فغولي ثاني سرا كونسيرني حتى يوسف بلالي سرا كونسيرني بالك لو سول اللي يكون حر هنا هو بونجاح ويكون قدامه محرز سينو الاخرين يسو توس كونسيرني بار لا ريكوبيراسيون ما تقدرش سينو كان هكذا كيتغلب عليك الخصم ولكن تهدفوا في خصم اللي يقولوا حنايا سي البلون تكنيك الميزانيه هاربين عليهم بصح بهاد لا ريكوبيراسيون دي بالو يعييك في راسك يعييك وسي البلون فيزيك من بعد خلاص لا تفقد لا تفقد ان شاء الله ان شاء الله ما تكونش مشكله برك لانه ديجا راك تلعب بزوج دون لا ريكوبيراسيون كيكون عندنا كره وعندك فرصه باش تمشي الى الامام بور بلونجي دون لاخر صح جو بونس كو بن ناصر ربما الوحيد انه عنده يقدر يروح يبلونجي يروح اكزاكتو يفو بلونجي نضمن ان شاء الله لا سوليسيون تقدر تكون من عنده تكون من عنده اكزاكتو كيما تقدر تكون سمير من عند لاتيرال دروا عطال ودوك حنا رسميا ما بلاش كنا يلعب في الكوتي غوش ولا بسبعيني ولا فارس ولا فارس دوك هادو ثاني يقدروا يكونوا مفتاح من المفاتيح تاع ربما موعد يقدر يعطينا ربما عنده التشكيله على المباشر هو موعد بعد في الحصه الثانيه يعني الثانيه ممكن تكون عنده تشكيله نروحوا الحديث عن بن ناصر ناصر بويش يعني هذا اللاعب اللي ما تدربش في بعض الحصص التدريبيه بسبب الاصابه الحديث اليوم راهو يدور انه سيكون اساسي رفقه كديوره في هذا اللقاء انا قلت لك الكلمه الاخيره تعود يكذب عليك اللي رانا ساعتين ولا ثلاث ساعات قبل بدايه انطلاق هذا اللقاء هذا والناخب الوطني اللي سير بلاص هو اللي عنده ريالمون يعرف يوزن لا حتى ولا كل شوا ناصر تاع بن ناصر سي فريك بالك فيزيك ما يكون ناقص ما يشدش بالك 90 دقيقه حتى ولا كان له شوا تاع بن ناصر مع كديوره ما يقدرش يدير كديوره مع عبيد سي الميم بروفيل الوغ هو لا اختار بن ناصر وقدامه كديوره كيما تكلمت انت بالناصر لما تكون عند الكره يقدر يبلونجي في الدو تاع لي ديفونسيف والتقنيه لا باس به من الحلول تاع اللعب تاعنا هجوميا من الحلول هو انه الى بالناصر ان شاء الله يلعب في هذاك المنصب سي دو بلونجي باش يخترق الدفاع وزيد بزياده ناصر يبغي كيليبري ان غوشي ان دروات حاج عدلان وهذه الصور التي نتابعها اياكم للحظه دخول لاعبي المنتخب الوطني في الامس يعني في حصه التدريبيه الاخيره لا التي لا ما دربوش في هذا الملعب لعبوا في المباراه زياره قبلهم فرق سيغالي كاين حاجه انا ما كنتش على باليش علاش انه اللقاءين راح يلعبوا في نفس فهمتي واش المشكله نظن انه ماشي مشكله لكن ديتاي انه اللقاء الاول حيت تلعب بين السنغال وتنزانيا هل ارضيه الميدان هي الان تبان مليحه ناصر لا ارضيه الميدان مليحه كل الميادين اللي شفناها 100% عندنا ما نقولوا لا نقول لك علاش كاين دو ماتش كاين دو ماتش في الاسباس تاع بيناتهم ماشي بعيده ساعتين اكزاكتومون بين البريمي ماتش والدوزيام ماتش خفت انا لابولوز بتات تتاثر شويه بما انه المباراه تاع السنغال ستنطلق تنزانيا ستنطلق بعد قليل على الساعة السادسة ومباراة الجزائر ستكون على الساعة التاسعة شوف يعني شوف لي روبر تاع لاطاكو شوف لي ياخذ في روبر تاعه وفاصل البيت شوف هذا الديرو هذا الديرو شوف لاطاكو شوف يسي فاميلاريز مع لي بيت وش معناتها وش معناتها هذه اللي وطن ديماجيني بلي خلاص راه في الكاري 18 مات شوف يسي فاميلاريز يمشي في كاري 18 مات هذا دوك دارو قابل لي في البوكس سي فوالا سي امبورطون هذا دوك خلاص يونجستريها انا سميرة هذا دوك يونجستريها في دهنو باش كي يدخل ما يكونش مجهول وهذه معاد مرود يعني تسلل الى غرف حفظ الملابس الخاصه بالمنتخب الوطني يا رب لا يعرف صور حصريه نعم لقناه نوميديا تحصل عليها فيصل عساس ومعاد نمرودي يعني كي تحدث على معاد نمرودي لابد ان نتحدث عن فيصل عساس هذوما اللي راهم في ذراع
عليه من النجوم تاع الميدان هما وسط الميدان اكزاكتو يتكلموا عليهم هذوما النجوم تاع تاع القناه النصر تحن شويه لهذو الايام يعني تاع المنتخب الوطني الحاج عدلان خاصه قبل هذه المباراه يعني كيفاش راهو التفكير كيفاش راهو التخمام تاع اللاعب الان النصر بويش ثلاث ساعات ونص قبل بدايه اللقاء شوفوا الله غير فيها بون حاجه على بالي بدات يخمم كيما انا كاين التشكيله لحتى تبدا اللقاء هذيك اللاعبين هذوك ما خبيش عليك راهم في الغرف راهم في الغرف تاعهم راه في اللقاء تاعو مادا به واحد ما يهضر معاه كيفاش راه في الغرفه تاعو خاصه دوك هي لي كوتور دوك ماشي كيما زمان تاع زمان كاين اللي يغلق على روحه مادا به ما تهضرش معاه يقول لك يجي واحد ما عادش يبدا الماتش كاين اللي يلقطني واحد ما عادش يبدا الماتش يجي بيرتوربيني ولا من بعد عندك مجموعه ثانيه ربما تاع اللاعبين كاين ثلاثه اللي ربما راح يكونوا راح يدخلوا اللقاء يدخلوا وعلى بال تكلم معاهم تكلم معاهم ربما نسحق لك في ربع ساعه الاخير لا 20 دقيقه وجد روحك وجد روحك هذيك مجموعه اخرى تاع اللاعبين اللي يسون اوتون كونسونطري كل 11 هذوك اللي راح يبداو اللقاء ومن بعد كاينين نوتر بارتي اللي ربما يتساءل ولا راهم ادو انا والحاج ما حش نبداو انا والحاج ماشي كاع في الحسابات نقولوا يا ودي شغل ربما ديروا فيها التايات نديروا التايات ربما اسمع جيب لنا شاميه الماضي غلط غلط لانه كنت نقدر نبدا انا والحاج يقول لي وانا انت يا مكبه كم علاش كانت تاع التريبين انت راح التريبين وبعد ساهل لا شهر اسمع شهر كيف اساسي شهر اساسي هو شهر اسمع سمير اساسي وعاد قبل فتحت القوس هذيك تاع ناصر كي تكلمت معاه قلت له على بالناش حنا كيفاش le mode de vie كيفاش راه الانتيريور دو لا سيليكسيون اسكو واحد يهضر معاك واحد كيما ابراهيمي اسكو يكون وجدو من قبل يقول له بلي اليوم كيما دار مع محرز في الماتش الاخراني مع المالي اسكو تكلم معاه يقول له بلي انت اليوم نخليك تبدا الشوط الثاني ولا كيما واحد كيما ابراهيمي يقول له انت بلي شفت بلي انا واش نسحق ونيفو دو لا ترانزيسيون دو ريكوبيراسيون ما رديتش هذه هي لي دو ماتش تا ما رديتش انا اخترت اليوم باش يكون كديورا ولا يكون بالناصر لي نسحقوا بوكو بليس لا ريكوبيراسيون كو في لا ترانزيسيون ويقدر يقول له اونتر طون يقول له نسحقك بدا تدخل لي فان دي ريح كونسيرني ريح كونسيرني ان شاء الله ردوا دونك يبقى عمل المدرب نعم يبقى طريقه عمل المدرب والتصريحات لا هذيك لا ومن بعد اللاعب يتفاهم او بروفيسيونال اليوم راك في منتخب ماشي في ماشي نادي ولا وين صعب من الاخر في منتخب tout le monde est impliqué ah oui. doit s'impliquer tout le monde est concerné كل اساسي و exactement هذا الى عندك هذا ليطا ديسبري ان شاء الله كاين دوره يقول لك كاين دوره ماشي المباراه الاولى يكونوا مباريات اخرى ان شاء الله حاج عدلان نصر بويش والمشاهدين سنعود اليكم بعد هذا الفصل الاشهاري